دكتور زبير، نحن نقرأ النتائج التي تظهرها الشاشات المقدمة من قبل هيئة الانتخابات التركية. قراءة أولية سريعة كما قلت، لكن في انتظار تثبت ما إذا كان انتخابات أو نتائج انتخابات الخارج محسوبة في هذه النتائج أم لا. دكتور. تحية لك أخي الكريم. الآن أنا حسب ما أتابع الإعلام التركي، يعني الآن أنه هذه النتائج الآن 49.9 للسيد رجب طيب أردوغان و 44.3 للسيد كليشدار أوغلو. هذه نتائج الداخل، يعني داخل تركيا. إلى حد الآن الإعلام يقول أنه ما زالت أصوات الخارج لم يتم حسمها، يعني لم يتم احتسابها مع ضمن هذه النتيجة. احتساب الخارج عدد الأصوات تصل إلى 2 مليون صوت، يعني عدد الأتراك الذين يحق لهم التصويت في خارج تركيا 3,416,000، الذي تم نسبة الإقبال والمشاركة 51.6 من الذين شاركوا، يعني بمعنى أن هناك قرابة 2 مليون أي 52% 2 مليون شاركوا في هذه الانتخابات. حسب النتائج الأولية في الخارج هناك سيطرة لحزب العدالة والتنمية، وكذلك سيطرة لأردوغان في ألمانيا وفي فرنسا وفي بلجيكا، يعني في ألمانيا 65%، في فرنسا كذلك 65% تقريبا في هذه الحدود في الستينات، كذلك في بلجيكا عدد كبير. هذا الأصوات ترجح أنه أردوغان يحصل على 57% من مجموع هذه الأصوات في الخارج. هذه الأصوات إذا أضيفت إلى الداخل ربما تغير من النتيجة التي نراها الآن اللي هي 49.9، وربما ستنزل إلى حدود، يعني الآن نحن عندنا أكثر من 90% في الانتخابات، يعني أكثر من نسبة 90% من نسبة الصناديق التي تم فرزها. فهمتم كيف؟ فبالتالي إلى حد الآن نبقى نحن في انتظار آخر نتيجة. مثل ما ذكر الآن أردوغان وكثير من وأيضا ممثل حزب العدالة والتنمية قالوا أنه لابد أن ننتظر إلى آخر دقيقة في الأصوات وانتهاء عملية الفرز 100%، لأن هذه العملية ستحسب معها أيضا قضية الأصوات في الخارج والتي كان الجميع يظن أنها محسوبة معها وهي لم تحسب. هذا ما الآن ما يتحدث عنه، والعيون الآن كلها مركزة على أصوات الخارج. هل ستحسم هذه العملية أم أن هذه الأصوات لن تكون كافية بالنسبة إلى أردوغان، وبالتالي سننتقل إلى ما يسمى الدور الثاني في الانتخابات التركية التي إذا ما حصلت ستكون بعد 15 يوم. نعم، إذا آخر التحيينات الخاصة يقولون الدكتور زبير بأنه ما تشاهدون على الشاشة قرابة 90% من الصديق التي تم فرزها هي فقط للداخل، وهذه الأرقام الحالية تذهب بالناخب التركي إلى الدور الثاني. فقط للتأكيد دكتور زبير، في آخر انتخابات رئاسية في 2018 أردوغان حسمها منذ الدور الأول في 52%، ليس كذلك؟ نعم، لانه اولا 2018 كانت نسبه تقريبا، خلينا نحن نتحدث على نسبه المشاركه، نسبه المشاركه الان هي نفسها تقريبا نسبه المشاركه، لا يوجد فارق كبير بين 2018. نعم. يعني 86.3 الى 86 هنا الان 86.24 في الانتخابات 2018. لكن المنافس الذي كان لأردوغان اللي هو السيد اكمل الدين احسان اوغلو كان ايضا يعني لم يكن بذلك القوه والدعم والجبهه التي شكلها حزب الجمهوري مع حزب الجيد وعدة أحزاب، يعني جبهة قوية جدا. ثانيا يعني لم يكن هذا الشخص مرشحا من داخل الحزب أصلا، يعني هو شخصية جاء من الخارج، ولذلك كان بالنسبة إلى أردوغان حسمت معه أيضا انتخابات الخارج. أردوغان أيضا حسبت معه انتخابات الخارج، لأنه حتى الطرف الآخر المنافس له كان أكمل الدين أحسان أوغلو كان يعني ضعيفا على مستوى المنافسة. جيد.